ونحن على أبواب الاحتفال بعيد الاستقلال المتزامن هذه السنة مع الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية التي تكتسي أهمية بالغة تتعلق بصون ذاكرة الأمة والحفاظ على أمانة الشهداء. ونحن نعيش نفحات الاستقلال في حضرة رجال صنعوا تاريخ الجزائر. أن نستحضر وفاءنا واعتزازنا بمجاهدينا وبملايين الشهداء الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الجزائر الطاهرة. أتمنى لوطننا الغالي دوام الأمن والأمان والتقدم والازدهار. فكل عام والجزائر وشعبها بألف خير. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. شكراً.